السؤال بقى كيف يمكن التعامل مع ان انا اكون موظف كبير في تويتر وبأدير مشروع او منصة او حساب مشهور سعودي لصالح دولة لصالح السعودية؟ اول الموضوع بشكل بسيط زي ما حضرتك قلت في الاول، احنا عندنا ثلاث ابطال لهذه القصة: سعود القحطاني بصفته مستشار لولي العهد وشخصية نافذة جدا جدا في الحكومة السعودية يعني او الوضع السعودي، وبدر العساكر مدير مكتب ابن سلمان، واحمد المطيري المقرب جدا من العلماء. بشكل بسيط هم حبوا يلعبوا السهلة، يعني نعمل ايه يا جماعة؟ احنا نروح نشتري واحد موجود في تويتر يخلصنا اللي احنا عايزينه بشكل بسيط جدا، يعني بدل ما نروح بقى لمخترقين ونشتغل هاكينج وحاجات زي كده، لا احنا نروح نشتري الناس دول ونقول له انا عايز كذا. طيب خدماته اللي هو بيقدمها دي احنا ممكن نستفيد منها بشكل اكتر. تخيل انه اللي بيدير الحساب ده هو شخص نافذ في تويتر، فتخيل هو هيستطيع ان هو يتجاوز خوارزميات المنصة، فيستطيع ان هو يعمل فريندنج اكتر للحساب، بيوسع انتشار الحساب بشكل ما، يوثق الحساب، يديله مصداقية وخلافه. اما وان انا لو حسبت عدد المغردين اللي ممكن يكونوا معارضين لنظام محمد ابن سلمان في السعودية، التقارير بتقول انه بدر العساكر وسعود القحطاني سلموا احمد ابو عمه قايمة فيها 6000 حساب عشان يجيب لهم بيانات. تم اعتقال منهم 10 بالفعل منهم عبد الرحمن، لكن احنا بنتكلم في 6000 حساب. تخيل حضرتك ان انا عندي شبكة من المعارضين 6000 حساب معارض، فانا اعرف بياناتهم وعارف هما بيعملوا ايه وبيتحركوا ازاي وكذا. تكلفتهم عليا قليلة جدا، 300,000 دولار وساعة ماركة كويسة ومش عارف ايه ورحلة وبتاع، امر بسيط. اما وانه بيجاسوس هتبقى تكلفتهم عالية جدا عليا، مش محتاجين ان هما يبقوا كده. ما الضرر او ما هي كمية او حجم الضرر الذي يستطيع ابو عمه وغير ابو عمه الحاقوا بالحسابات المستهدفة؟ طيب السؤال هنا بيحتمل شقين يا سي محمد، شق له علاقة بمن يدير هذا الحساب، الشخص الذي يدير هذا الحساب، وشق له علاقة بالحساب نفسه كحساب موجود على منصة شبكة اجتماعية زي تويتر. أنا أستطيع لو أنا موظف في تويتر وتم شراء ولائي ورشوتي ودوني 300,000 دولار وكذا، إن أنا أروح مثلا لحساب الأستاذ محمد وأخليه إن هو لو هو بيصل لعدد إكس من الناس إن هو يصل لربع هذا الناس. ليه؟ بحكم ان انت لا تخضع لمعايير مجتمع شبكة تويتر، وان انت بتحاول تبص خطاب كراهية، وان انت غير ملتزم بالاتفاقية اللي انت عاملها معنا وانت بتفتح الحساب، وبالتالي فانا هقفله لك. اما الاخطر في وجهة نظري هو مشاركة معلومات اللي بيدير الحساب نفسه. عندنا حتى مشهورة لعبد الرحمن السرحان، وهو معتقل حتى الان زي ما ضيفك الكريم استاذ محمد قال، بسبب انه تم تسريب بيانات الحساب اللي كان بيديره بينتقد فيه المملكه العربيه السعوديه في ملف حقوق الحساب.